سؤال تاني على اتفضلي. صانع اللعب، مين شايف ان هو يكون اللي بياخد؟ صالح جمعة. صالح جمعة؟ ليه حضرتك قلت كده كده؟ هقول لك لانه انا صالح بسأل حضرتك جمعة الأسئلة اللي بتجيلك، مش صالح أسئلتي. جمعة، لا اصل صالح جمعة المركز ده اللي هو عدم وجود عبد الله السعيد، مفيش حد في منتخب مصر يلعب مكان عبد الله السعيد غير صالح جمعة. هو ممكن يلعب برمضان صبحي، ممكن برضو الاقرب ان هو يلعب بصالح جمعه، لكن انا وجهه نظري ان هو صالح هو اللي يلعب، مش رمضان صبحي، ويلعب تريزيجيه ناحيه الشمال ومحمد صلاح ناحيه وناحية اليمين.